مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج قضايانا. أنا وديع منصور، ودعونا نبدأ. الوقود، قطع الغيار، الصيانة، الطاقة المستأجرة، الأحمال الزايدة، الخروج من الخدمة، لابد أنكم عرفتم عن ماذا سنتحدث. هو كله يتحمل سبب المعاناة اللي تعانيه، لأنه رئيس حكومة فاشل. متعمدين يقتلوا الشعب، تكهربا تنطفي، مريضين من قبل العيد، احنا تعبانين. اتقوا الله، اتقوا الله، الناس امراض، الناس تموت. حسب تقرير سابق للبنك الدولي، يعيش اكثر من 16 مليون يمني بدون كهرباء، اغلبهم في المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة انصار الظلام. ويقع اليمن ضمن قائمة الدول الاقل انتاجا للكهرباء على مستوى العالم. آخر عاجز للكهرباء سجل في العاصمة المؤقتة لوحدها بلغ نحو 300 ميجاوات. سيكون معنا لاحقا في هذه الحلقة وزير الكهرباء والطاقة. لكن أولا، ماذا يقول المواطنون في المناطق المحررة عن عودة انقطاعات الكهرباء مع اقتراب أشهر الصيف الأكثر حرارة؟ ومن برأيهم المسؤول هذه المرة؟ والله أني أخجل عندما أشوف وزير يدور بالشارع وأهله بالحماء. هذا جريمة والله. الحكومة مسؤولة على الكهرباء، ايش درينا احنا مين؟ متسبب قصدهم يعني دارين تشوير ممنوع. عاش يرحموا الناس. والله ما ندريش من يتحمله. لازم عاد تخاف الله. ابتلينا بالصيف بالحمى هذا، والحكومة تتحمل المسؤولية. أمرهم لله، كل من كان السبب. الجهة الأكبر المسؤول اللي يتحمل المسؤولية هو المسؤول على الكهرباء. تعبنا بالكهرباء الصراحة. تعبانين. والله تعبانين جدا احنا. اتقوا الله. فين بيروحوا من ربنا؟ كل راعي مسؤول على رعيته. مؤسسة كهرباء العاصمة المؤقتة وقبل أيام قليلة ثمنت، اسمعوا هذه الكلمة جيدا، ثمنت استجابة دولة رئيس الوزراء للمناشدة التي أطلقتها بضرورة التدخل وتوفير مادة الديزل لإعادة تشغيل محطات التوليد المتوقفة بسبب نفاد الوقود. هل سمعتم من قبل في أي مكان في العالم بأن أحدا يثمن دور حكومة عجزت في الأساس عن حل مشكلة لسنوات، وما تفعله ليس أكثر من حلول مؤقتة ترقيعية؟ هل هذا كل شيء؟ ليس بعد. في العام الماضي أعلن عن تقديم منحة نفطية سعودية بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء. السؤال هنا، كيف يكون بلد مصدر للنفط وفي نفس الوقت لا يستطيع تشغيل محطاته الكهربائية إلا من خلال منح وقود خارجية؟ كيف يكون بلد مصدر للنفط ولا يستطيع تشغيل محطات كهرباء في بلاده إلا من خلال مساعدات خارجية؟ من المؤسف حقا يعني أن الثروات النفطية والمعدنية في بلادنا ليست بمجملها تحت سلطة الدولة. كان هناك اعتقاد بأن تقاسم الحكومة بين الشمال والجنوب سيخفف من الأزمات المسببة لتردي الخدمات الأساسية على رأسها الكهرباء والمياه. لم يحدث ذلك في ظل حكومة معين عبد الملك الثانية. وكان هناك اعتقاد بأن اتفاق الرياض ومشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وطي صفحة الجنرالين العجوزين ستبدأ بالتخفيف من الأزمات المتعلقة بالخدمات. لم يحدث ذلك أيضا. وإلى جانب الكهرباء، ما تزال انقطاعات المياه مستمرة لسنوات. وكان يفترض بعد تحرير العاصمة المؤقتة أن تتزايد فيها البعثات الدبلوماسية مثلا، لكن بدلا من ذلك تزايدت فيها وسائل قديمة لنقل المياه، قديمة جدا. هناك من اعتقد أيضا بأن ترقية محافظ عدن لوزير دولة سينعكس ولو بحد أدنى على الكهرباء والمياه مع بداية هذا الصيف. للأسف هذا لم يحدث أيضا على الأقل حتى الآن. أصبح مجلس القيادة الرئاسي الجديد مقيما في عدن، وحتى النواب والشورى، والكل يعلن بأن الهدف هو استعادة الدولة، وأحيانا يضيفون لها الجمهورية وفي أحيان أخرى الوحدة. لكن يبدو أن استعادة الراتب والكهرباء والمياه بالنسبة للكثير من المواطنين أهم من استعادة الدولة والجمهورية والوحدة معا. كان يفترض أن تكون أول لجنة يشكلها حكام الشرعية الجدد لجنة طوارئ من متخصصين مستقلين وبمشاركة خبرات أجنبية، وتكون معنية بتقديم أفكار
وطرق وتوصيات عاجلة للتخفيف من سوء الخدمات وسوء المعيشة. لكن بدلا من ذلك تم تشكيل لجنة معنية بالتشاور والمصالحة. لابد أنكم سمعتم من قبل عن طاقة الرياح في توليد الكهرباء. يقول مختصون بأن الرياح تعد أحد أقل مصادر الطاقة تكلفة في الوقت الحاضر، وذلك لأن الكهرباء الناتجة عن مزارع الرياح تباع بسعر ثابت على مدار فترة زمنية طويلة، كما أن وقودها مجاني. نعم، مجاني بالكامل، ولن يضطر أحد للمبالغة بتوجيه الشكر والتثمين لأحد. السؤال هنا، لماذا لم تحاول أي حكومة اللجوء لخيار الطاقة المتجددة كوسيلة مساعدة في أزمة الكهرباء؟ هناك قناعة من الكثيرين بالنية الصادقة للمجلس الرئاسي الجديد على حل مشاكل الخدمات والمشاكل المعيشية للمواطنين البسطاء، لكن النية الصادقة لوحدها لا تكفي لحل المشاكل. الرواتب والكهرباء والمياه تحت سلطة الشرعية هي وسيلة لتحقيق غاية، لكن مهما كانت الغاية كبيرة أو حتى مشروعة، بغياب الوسيلة فإن الغاية تغيب هي كذلك. عن موضوع الكهرباء توجهنا لوزير الكهرباء والطاقة في الحكومة أنور محمد كلشات بعدد من الأسئلة المهمة حول الكهرباء وآخر حالها. شاهدوا ما قاله الوزير. توليد لا زال بقدراته القديمة، وهذا يشكل عبء كبير على المؤسسة، بحيث أن الأحمال مرتفعة جدا. فلو تحدثنا عن على سبيل المثال يعني ما يصل من قدرات توليدية متاحة في المناطق المحررة تقريبا إلى حدود 1500 ميجا كتوليد حكومي وطاقة مشترى، بينما الأحمال تصل إلى أكبر من هذا الرقم بكثير، قد تصل إلى الضعف. عدن على سبيل المثال، نحن نمتلك طاقة توليدية في الوقت الحالي تصل إلى 280 ميجا تقريبا، بينما أحمال عدن تصل إلى 600 ميجا، وهذا يعني نحن نتحدث عن فقط 50% أو أقل من الطاقة المتوفرة، بينما حضرموت الساحل فيها أيضا مشكلة في التوليد وعجز كبير، ما يتوفر من طاقة توليدية تقريبا 110 ميجا، وبينما الاحتياج يصل إلى 210 وبينما التوليد 110، فأنت تتحدث أيضا عن 50%. لحج نفس الحكاية، التوليد لا يصل حتى إلى 50%. أبين تقريبا المحافظات المستقرة اللي فيها التوليد يعتبر ممتاز، المهرة التوليد فيها 100%، وهذا بسبب صغر المنطقة واحتياجها للطاقة. وأيضا محافظة مأرب فيها الطاقة مستقرة، الوادي نوعا ما بسبب وجود المحطة الغازية والتوليد لديهم يعتبر مقبول، ولو أن الآن بدأت الأحمال تزيد عندهم وفي احتياج. بالمجمل هناك عجز في التوليد يصل إلى 50%. هذا العجز اللي تغطيته، نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة، استثمارات تصل إلى ملايين مئات الملايين من الدولارات لحل هذا العجز. في حلول قامت بها الحكومة، من ضمنها إنشاء محطة غازية في الوادي 75 ميجا، إنشاء محطة في حضرموت 40 ميجا وبجهود أيضا السلطة المحلية، المهرة بجهود السلطة المحلية تم إنهاء العجز، مأرب أيضا. في محافظات مشاكلها تتعدى السلطة المحلية وتحتاج إلى عمل أكبر، من ضمنها عدن. نحن نتحدث عن مشروع جديد تم إدخاله للخدمة في عدن، وهو محطة الرئيس. المحطة هي عبارة عن قدرة توليدية 264 ميجا، حاليا تعمل بتصريف جزئي ب 110 ميجا،
يصرف إلى عدن 90 ميجا ويصرف إلى المحافظات المجاورة باقي الطاقة المنتجة. السبب في عدم إدخالها بشكل كامل هو عدم استكمال مشروع التصريف المصاحب للمشروع المحطة، متابعين هذا الأمر، وفي قرارات من مجلس الطاقة الأعلى ومجلس الوزراء بتسريع بإنجاز مشروع التصريف حتى تدخل المحطة بشكلها الكامل. طبعا المحطة حاليا تشتغل بالنفط الخام وتستهلك كميات كبيرة من النفط الخام، ولكن الحكومة حريصة جدا على تشغيل المحطة وتوفير الوقود لها. المحطة ساعدت كثير حاليا في استقرار الخدمة في عدن نوعا ما، والعمد سيكون عليها في المستقبل من خلال استكمال مراحلها، المرحلة الثانية رفعها إلى 500 ميجا، والمرحلة الثالثة رفعها إلى 700 ميجا بنظام الدورة المركبة، وأيضا بناء منشأة غاز للمحطة بحيث تشتغل بالغاز وهو الوقود الأنظف والأفضل لها حتى من ناحية الاقتصادية. هذه مشاريع كلها موجودة، نحن كوزارة دائما نتابع الجهات العليا وفيه اهتمام كبير الآن مع من الأخوة في رئاسة المجلس الرئاسي، أيضا اهتمام كبير من الحكومة أنه نبدأ الآن بعمل حلول جذرية للكهرباء، ونحن عندنا الرؤية واضحة لإيجاد حلول لمشكلة التوليد. الأمر فقط يحتاج إلى توفر التمويل والمبالغ التي يمكن من خلالها نحن أن ننشئ محطات كبيرة وخطوط نقل تحل لنا مشكلة التوليد بشكل كامل. في المجمل العام نحن عندنا مشاكل في التوليد، عندنا مشاكل في النقل والتوزيع، وعندنا أيضا مشاكل في الجانب التجاري والإيرادات والتحصيل والترشيد الاستهلاك. هذه كلها مشاكل كل واحدة مرتبطة بالثانية. التوليد عندنا عجز في التوليد، خطوط النقل عندنا المحافظات معزولة، ما في شبكة وطنية تربط المحافظات كلها بشكل كامل. عندنا مشكلة أيضا في دفع الإيرادات وتحصيلها والتزام المواطنين والمستهلكين للتيار الكهربائي بالدفع. نحن نحاول دائما أننا نبذل الجهود بقدر الاستطاع ونوجه المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها في المناطق المحررة أنهم يبذلوا جهودهم في هذا الجانب. نحن كنا في الحقيقة يعني كلمة إشادة نحب أن نشيد فيها ونشكر الأخوة في الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ساعدونا خلال العام الماضي لمدة عام كامل بتوفير الوقود، والوقود طبعا يعتبر مشكلة كبيرة جدا في قطاع الكهرباء لأنه استهلاك كبير جدا للوقود، بالذات نحن نتحدث يعني عن الديزل عن ما يقارب 60,000 إلى 70,000 طن شهريا، وبالسعر الحالي أنت تتكلم عن ما يقارب 60 مليون دولار شهريا، وهذه مبالغ كبيرة وتثقل كاهل الحكومة، والمنحة كان لها دور كبير في استمرار الخدمة خلال الفترة الماضية. الآن المنحة انتهت وبدينا نحاول مع القيادة السياسية أن نوجد حلول لتوفير الوقود. نحن حاليا وقعنا عقد لتوفير 100 ميجا طاقة مشترى من خلال باخرة عايمة تعمل بالمازوت كوقود أرخص من الديزل، وتم توقيع العقد، ستدخل للخدمة يمكن بعد حدود 4 إلى 5 أشهر في عدن. في الفترة الأخيرة نحن مصرين على إدخال الطاقة المتجددة بذات الطاقة الشمسية، وسيتم إدخال 20 ميجا بنظام البي أو تي، 10 لأبين و10 للماهرة كتجربة وكفاتحة لفتح باب الاستثمار في هذا المجال. مجال الطاقة المتجددة مهم جدا من ناحية تقليل كلفة الإنتاج في الكهرباء، وأيضا الانتقال نحو الطاقة البديلة والنظيفة. ونحن نتوقع أنه بعد ما نبدأ بهذا الخطوة ستكون هناك استثمارات قادمة أكبر
وسيتشجع القطاع الخاص أنه يدخل معنا كشريك في بناء محطات كبيرة في عدن في المكلا، ومتأملين خير في هذا المجال. بس نريد نحن نبدأ نفتح الباب بالعشرين ميجا، وعندنا أيضا بعض النقاشات مع بعض الشركات، والطاقة البديلة في الأصل هي ليست طاقة أساسية ممكن أنك تعتمد عليها 100%، لكن تعتبر رافد وتقلل من كلفة الإنتاج. وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات كان في حديث ويرد على أسئلة البرنامج. خليني الآن أرحب بالصحفي أحمد كرامة، وهو صحفي مهتم بشؤون الكهرباء من عدن. مساء الخير أستاذ كرامة. مساء النور أستاذ وديع، ومساء النور لطاقم البرنامج وعلى الجانب. طيب أحمد سعيد كرامة، خلنا بس نفترض أنه تم تعيينك وزير للكهرباء، إيش الخطوات اللي بتتخذها باعتبارك أنت صحفي يعني فاهم في المهتم بشؤون الكهرباء، إيش الخطوات اللي بتتخذها عشان تطلع الناس من هذا العذاب اللي مستمر لسنوات؟ لأنه التنظير سهل، الإلقاء اللوم سهل، خطوات عملية. خلنا نتأكد أحمد سعيد كرامة إيش من خطوات بتتخذها، تفضل لو كنت وزير. طبعا كما قلت، لو كنت وزير كهرباء أول خطوة سأتخذها استكمال مشروع تصريف الطاقة لاستيعاب القدرة التوليدية لمحطة بترمسيلة 264 ميجاوات. ثاني حاجة الخروج من نفق الوقود الكرود أويل، يعني الوقود النفط الخام بالنسبة لبترمسيلة، ووقود الديزل بالنسبة لباقي المحطات، إلى الغاز. الغاز أنظف، الغاز أرخص، الغاز يعمل على يعني إطالة عمر التوربينات والمحطات، هذا واحد. اثنين، الحد من فاقد التيار الكهربائي الذي يعني وصل إلى 50%، أكان فاقد فني بسبب تهالك الشبكة. طبعا هناك مشاريع، هناك دول ممولة كصندوق الكويتي وغيرهم، وأيضا مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وغيرهم من المؤسسات، تستطيع أن، بس ما وجدتش المصداقية، وما وجدتش يعني هناك من هم فعلا يريدون أن ينتشلوا وضع الكهرباء مما هو فيه. ليه يعني تدعم؟ طبعا عدن صغيرة. ليه يعني ما وجدت؟ يعني ما في ناس مثلا أنه بيهمهم أنه يعني من ناحية أنه تعاطفا مع الناس وعذابات الناس؟ يعني أنت الآن تقريبا يعني تتهم الكل. أنا لا أتهم الكل جزافا. طبعا أنا لا، طبعا لا يعمم، طبعا أكيد يعني هناك يعني ناس شرفاء، وهناك يعني هذا الأكل مغلوب على أمرهم ولا يمتلكون القرار. طبعا أنا هنا أحدثك عن الواقع، يعني هذا الوضع المزري المأساوي، هذا الوضع يعني الذي لا يسر عدو ولا صديق، سببه فشل وفساد، يعني سبب هذا الوضع اللي نحن فيه. طبعا سكوت عن فاقد التيار الكهربائي، طبعا نفاد الوقود، طبعا عدم توفر قطاع الغيار، عدم توفر زيوت، هذا ايش يعني؟ هذا يعني فشل وفساد. ايضا يعني يجب على محطات على رئيس الوزراء وعلى وزير الكهرباء وغيره من القائمين ان يكون لديهم رؤيه وهدف مزمن لانتشال وضع الكهرباء ما هو فيه. اما طيب، هذا أيه. العمل الارتجالي أيه. طيب احمد سعيد كرامة، في واحد انا سمعته طرح فكره، قال انه على مستوى المحافظات يصير تقسيم للامر، على مستوى المحافظات، المحافظه يعني عشان الواحد يتحرك وما يضل يوجه فقط انتقادات للحكومه او وزير الكهرباء. مش عارف كم صار وزير الكهرباء، كل كم سنة يتغير والأمور على حالها. لكن في واحد طرح فكرة أنه خلي تقسم مثلا العاصمة المؤقتة عدن، منطقة المعلة تقسم، ويصير بطريقة ما يتم توفير الألواح الشمسية وتغذية الحارات بمعزل عن يعني انتظار ما ستقدمه الحكومة. منطقة التواهي لها محطة
يعني مكان للألواح الشمسية ومحاولة تخفيف. هذا الكلام واقعي أو صعب؟ دول العالم كثير حتى في دول متطورة صارت تلجأ للطاقة الشمسية مثلا. إيش اللي يمنع في عدن مثل العاصمة أو في المكلا أنه يتم هذا الأمر ويخفف؟ تفضل. هذا سؤال وجيه، هذا سؤال يقدم إلى الحكومة وإلى وزير الكهرباء عندما يعني يتم الإعلان عن مناقصات مثلا للطاقة المشترى مثلا. ليش ما يلزموش مثلا الطاقة المشترى أن تكون مثلا بالوقود المتجدد أو النظيف، أكان طاقة شمسية أو بواسطة الرياح أو غيره من هذه الأشياء؟ لماذا يتم تكرار يعني وتجريب المجرب هو تخريب المخرب؟ لماذا يعني متمسكين بوقود الديزل المكلف للغاية في ظل يعني كهرباء تعتبر يعني وضعها وضع مزري ومأساوي، وكما نعلم أنها يعني لا تعرف الربحية أبدا، هي بالخسارة دائما، كانت بشريحة تعرفة الكهرباء أو غيرها. هذا السؤال يوجه للحكومة، لماذا لا تبحث عن ممولين وعن شركات أيضا استشارية تضع لك دراسة يعني دراسة علمية وعملية قابلة للتطبيق في عدن في ظل الأوجاع؟ أي لأنه من غير مساعدة في ظل هذا لأنه من غير حتى في موضوع الطاقة المتجددة ألواح شمسية أو رياح وما إلى ذلك، من غير مساعدة الحكومة الدولة أو جهات خارجية المواطنين لا يستطيعوا، لا يعني راتبهم حتى ما يأكلهم لمدة أسبوع واحد، فلابد من جهة ممولة، عمل إنساني يعني، الناس انشوت. طيب سؤال أخير أحمد سعيد كرامة، إيش تتوقع أسوأ سيناريوهات اللي ممكن تحدث في هذا الصيف؟ طبعا هذا الصيف طبعا المحطة العائمة اللي ناس كثيرين 100 ميجاوات معولين عليها كثير من الناس إنها يعني تساهم في الحد من انقطاع التيار الكهربائي، طبعا المحطة العائمة لن تدخل هذا الصيف أبدا لأنها تحتاج إلى 4 أشهر كما هو مبين بعد فتح الاعتماد المستندي. الحلول يا أستاذ وديع الآن يجب أن نتحدث عن الحلول التي بيدنا ونستطيع أن ننفذها حالا من اليوم. الحلول هي هناك 50 ميجاوات محطة أنتر سولار اللي كان اشترتها الإدارة الذاتية، وللأسف الشديد بعد إلغاء الإدارة الذاتية لم يستكمل دفع قيمة المحطة من قبل الحكومة، وبالتالي المحطة أصبحت لا أنها ملكية للدولة ولا أنها مستأجرة، الآن متوقفة من 6 أشهر. 50 ميجاوات داخل عدن أنتر سولار متوقفة، لماذا لا يتم التعاقد وإدخالها بالشبكة؟ هذا واحد. 2، المحطة القطرية 60 ميجاوات أو الحسوة 2 كما يسمى محتاجة إلى 7 مليون دولار فقط، 7 مليون دولار، وتعود هذه المحطة 60 ميجاوات إلى الشبكة بأسرع وقت ممكن. يجب علينا الآن استكمال مشروع تصريف الطاقة الآن لإدخال 264 محطة بترو مسيلة بشكل كامل وفوري، هذه الحلول السريعة. أما محطة عائمة يعني لن تتم شحنها أو لن تتحرك إلا بعد دفع اعتماد مستندي ب 25 مليون دولار تأتي بعد 4 أشهر، أما هذا الكلام يعني الآن تصدق أنت الآن وفروا من 6 إلى 7 مليون دولار مشروع تصريف المحطة العائمة، أنت وفرت 7 مليون دولار لمشروع تصريف محطة ضائعة مش عائمة، محطة ضائعة ليس لها وجود. 7 مليون دولار أو 6 مليون دولار لماذا لا تدفعها لأنتر سولار؟ لماذا لا تدفعها قطع غيار للمحطة القطرية؟ لماذا لا تدفع منها جزء للشركة المنفذة لمشروع تصريف الطاقة 132؟ هذا يعني عمل ممنهج وتدمير ممنهج، ما لهش أي حل ولا له أي إجابة لهذه التساؤلات بالنسبة لهم. توفروا مبالغ نقدية في أماكن غير يعني مشاريع تعتبر طويلة، مشاريع أنا أشوفها يعني وهمية، مشاريع أعتبرها أنا لا يستفيد منها الناس، كل صيف نفس هذا المكان. الآن الزيوت يا أستاذي، الزيوت يشتروها بالعشرة برميل 15 برميل للمحطات، الآن تبقى 3000 طن ديزل آخر كمية متبقية للمولدات والمحطات الموجودة.
وتبقى 9000 طن لمحطة بترول مسيلة من الكرود أويل يعني، وأتوا لنا ب 25000 طن من المازوت الرديء جدا الذي سيدمر ما تبقى من المحطات المنصورة ومحطات الحسوة. هذا ايش نسميه؟ هذا ايش نسميه؟ هل نسميه ايش يعني؟ هذا ما لهش اي تسمية غير انه فشل وفساد، فشل وفساد. يعني انتم توفروا مبالغ نقدية هائلة بملايين الدولارات في غير مكانها، لماذا لا تصينوا وتعملوا صيانة وتشتروا قطاع غيار للمحطات الموجودة القائمة وتنتشلوا من الوضع؟ لماذا تبحثوا عن مشاريع ما هلاش بعيد؟ ايش طيب السبب؟ هذا يجب ان يسأل رئيس الوزراء وزير الكهرباء وكل من مشارك في هذه المعاناة وهذه الكارثة. وصلت الفكرة. أحمد سعيد كرامة، صحفي مهتم بشؤون الكهرباء من عدن، شكرا لك للمشاركة معنا. وننوه بأن مشكلة الكهرباء ربما تكون حتى أصعب من عدن العاصمة المؤقتة في محافظات أخرى، أبيان، حضرموت وما إلى ذلك. طيب خلصنا الجزء الأول. بعد الفاصل، مركز غسيل الكلى في العاصمة المؤقتة أيضا معرض للإغلاق، خليكم معنا. رحيم نبيها أحمد سالم بماجد، مدير مركز غسيل الكلوي مستشفى الجمهورية. طبعا للأسف الشديد المركز نفذت المواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، وللأسف سوف نعلل على الفترة القادمة بإغلاق المركز لعدم توفر تلك المستلزمات، وعليه نناشد الجهة المعنية الممثلة بالمالية برفع موازنة الهيئة حتى تغطي العجز والمديونية اللي عليها لتوفير تلك المواد وتسهيل عملية الغسيل الكلوي للمرضى، كون المركز يقدم خدمة مجانية لمرضى الفشل الكلوي بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة، وكذلك المرضى القادمين من مناطق النزاع في المناطق الشمالية. نحن آسفين حول تلك المأساة التي سوف يتعرض لها مريض الفشل الكلوي، نرجو من الجميع تحمل المسؤولية حتى لا تكون هناك في كارثة إنسانية. مؤسف ولا بد من تدخل عاجل، هؤلاء المرضى يستحقون، هذه أبسط حقوقهم. طيب يعني قسم غسيل الكلى في مستشفى الجمهورية مهدد بالإغلاق لأنه ما في إمكانيات مادية، نرجو أنه يتم سريعا الاستجابة لهذا لأنه الموضوع خطير، هؤلاء الناس يحتاجون دعم مباشر. ولكن مرضى الكلى والكبد لديهم مشكلة أيضا، خلينا الآن نوضحها. يستخدمون أدوية تقريبا نفس الأدوية والعلاجات، الأدوية توفرها لهم هذه الأدوية الصيدلية المركزية في مستشفى الجمهورية، ولكن في بعض الأحيان لا يجدوها، أو يكون البديل دواء من نوع سيء، أو أنه يتم توجيههم لشرائها من الصيدليات وهي بمبالغ كبيرة، 60-70-80 ألف ريال، أكثر تقريبا أحيانا من رواتب الموظفين. عندنا الآن ضيف زارع كبد، بيوضح لنا الأمور كيف ماشية. نصر الوجيه من عدن، مساء الخير أستاذ نصر. مساء النور أستاذ بديع. نصر الوجيه، أنت يعني زارع كبد، وممكن يعني تحكي لنا بسرعة أنه كيف أمورك ماشية مع هذا الوضع الصحي اللي أنت فيه؟ أولا نقول عيد مبارك، كل سنة طيبين إن شاء الله، والشعب اليمني كافة والأمة الإسلامية عامة بإذن الله. أنا زارع كبد منذ سنتين ونصف تقريبا. طبعا في البداية اسمح لي أشكر الهلال الأحمر الإماراتي الذي تحمل تكلفة الزراعة التي وصلت إلى 62 ألف دولار، 62 ألف دولار تكلفة عملية زراعة كبد لي، والحمد لله رب العالمين. أشكر الهلال الأحمر الإماراتي، فعلا قاموا عبر تواصل عبر الفيسبوك وعبر الواتس وعبر تبنوا عملية الزراعة، وأشكرهم جدا. الآن نحن بعد ما عندنا وفي بلدنا المفروض أساس نستلم علاجاتنا، هذا في الواقع المفروض يعني من البرنامج الدوائي في وزارة الصحة عبر الصيدلية الوطنية في مستشفى الجمهورية. لكل زارع كبد وكلى
مع نوعين من الأدوية يستخدمها صباح ومساء. هذه الأدوية اللي نعاني منها الآن واللي للأسف الكثير منهم وصلوا عادوا للفشل الكلوي مجددا وعادوا إلى زراعة الغسيل غسيل الكلى، خصوصا أصحاب الكلى أكثر اللي تأثروا فيها عادوا فشلت العمليات حقهم. كان لهم سنوات وهم الحمد لله يعني ما في حالتهم مستقرة يعني، لكن نتيجة لعدم توفير العلاج والعلاج الأصلي. نشدد على الدواء العلاج الأصلي للزارع لأن يؤثر يعني فعلا سلبيا. تنوع العلاجات كل شهر أو شهرين تجي علاج صيني تجي على علاج هندي رديء جدا. هذه مشكلة الأولى، هذا إذا توفر العلاج يعني. إذا توفر العلاج تجد أن العلاج رديء نوعية رديئة جدا. أكثر دكاترة الجراحين الذي نرسل لهم العلاجات يقول لك ممنوع تستخدم هذا العلاج. ليش تستخدمه؟ لازم تبحث عن الأصل. طيب الأصل أنا مش قادر أشتريه، الزارع مش قادر يشتريه من القطاع الخاص من الصيدليات، يعني مكلف جدا، ما أكثر من راتب الموظف. هذا الأمل الوحيد واللي مفروض توفره اللي هي البرنامج الدوائي في وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية. هذه الجهتين هم الذي يوفروا العلاجات لها الأمراض الزرعية الأعضاء من الكلى والكبد في مستشفى الجمهورية. لكن للأسف زي ما قلت أنه في الفترة الأخيرة هذه السنة الأخيرة في تماطل كثير، عدم توفير العلاجات، العلاجات التي تصرف رديئة جدا. النوع الثالث أنه يعني تصرف العلاجات بتبقى شهرين من انتهاء الصلاحية. ليش هذا؟ كيف يعني؟ وهي منتهية العلاجات باقي شهرين. لحظة، هي منتهية الصلاحية قلت؟ باقي لها شهرين من انتهاء الصلاحية. باقي لها شهر، قربت من انتهاء. اوكي بالضبط، يعني هي لها صنعت من قبل 4 سنوات، انت تصرف لنا باقي لها شهرين من انتهاء الصلاحية. ضف انت للشهرين هذه سوء الخزن. هذه اذا كان استراتيجيات تروح في المطار تقيس بالشمس تقيس كذا، لو سوء الخزن اكيد شهرين هذا هو منتهي العلاج. هذا طبعا يعود سلبا على المريض الذي يستخدم هذه العلاجات. طيب. تأثر عليه مما وصل كثير الى الفشل الكلوي مجددا مره اخرى وعاد الغسيل الكلوي. طيب خلينا بسبب العلاجات هذه خلينا نطمن عليك يا استاذ نصر بعد الزراعه الان. كيف وضعك الان؟ لانه يبين عليك تعبان شويه. طيب. يعني يمكن أمور أخرى ولا لا صحيح. أنا أصلاً لما نزلت من الهند كان السبب الجانحة كورونا، يعني نزلت مضطر بعد الزراعة الذوي. حصلت معي انتكاسة هنا، حصلت معي انتكاسة في البلد، وحتى ولو يعني هذا كان قبل سنة ونصف. لكن العلاجات هذه الرديئة ما تنزلك لتحت، ما تعطي لك، ما تعمل بالشكل المطلوب نتائجها. ونستشير فيها الدكاترة الجراحين يقول لك ممنوع تستخدمها. وما عاد عندك قدرة، وكأني فهمت أنه ما عاد عندك قدرة لأنه على هذه الأدوية أنك تشتريها من برا من الصيدليات. لا 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 أبدا أبدا. يعني في نوع من العلاج، نوع واحد من العلاج أنا يكلفني 100,000 في الشهر، 100,000 ريال يمني. أنا راتبي 86,000 ريال يمني، يعني 80,000 دولار. طيب. قصدي 80 دولار. 80 اي طيب 80 ايه. اكثر وانا لي 30 سنه خدمه في التلفزيون 30 سنه اي. انت 80 دولار يعني انت يعني الدواء يكلف اكثر من راتبك، وانت قلت عاده غير متوفر. بالضبط. بالرغم انه ده يعني جماعه الصحه يعطوكم اياه مجاني لما يتوفر، لكن غالبا غير متوفر. واذا توفر نوعيته من الشركه المنتجه، من الشركات السيئه. وبعدين على فكره في معلش خليني اتاكد منك بس على شغله، لانه على حكايه الادويه السيئه بنسمع من وقت لاخر نصر بانه كثير ادويه سيئه، مش موضوع الكبد والكلى يعني، منتشره بشكل كبير. صحيح الكلام ولا اشاعه؟ قد يكون، بس هذا انت لما تكون الدوله اللي تستورد لها المريض يجب ان تاخذ العلاج الاصلي، لان هذا استيراد الدوله. اما القطاع الخاص حر اذا كان بيتاجر في هذه المواضيع. صحيح فعلا تحصل،
بس عبر القطاع الخاص ممكن التجار يعملوا يستوردوا علاقات رديئه ومهربه وحاجه زي كده. لكن هذا انت تشتريه عبر الدوله، لازم يكون العلاج الصحيح والاصلي. زي هذا اشير، هذا النورال، نحن بحاجه لهذا احد العلاجات، علاج النورال الاصلي. نحن نطالب وزاره الصحه توفرنا هذا العلاج الاصلي. اما العلاجات الاخرى اللي تجيبها هندي وصيني اثرت علينا سلبا. كم قيمته؟ الجراحين يمنعنا من استخدام. كم قيمته هذا الدواء اللي الان بتبين عليه خلينا نشوفه. والله هذا يوصل 47-48 ألف. هذا نوع، شوف نوع من المريض يستخدم نوعين، والنوع الثاني يوصل لنا اللي يستخدمه سلكرين 100 ألف شهريا. عندك النوع الثاني كمان؟ هذا حدود سبعة. النوع الثاني جبته معك؟ لا مش موجود. لا ما جبته والله. طيب اوكي، يعني هل فكرت مره مثلا تتوجه الى مكتب المحافظ والتماس تقدم له انه يا جماعه الخير انا مش قادر على قيمه الدواء اكثر من راتبي، حاولت مثلا؟ ايه. وش كان الرد؟ لا ما حاولت، بس ما حاولنا بصدق ما حاولنا، لكن نعرف الوضع صعب، صعب انك حتى مكتب المحافظ صعب توصل له، صعب توصل لمكتب المحافظ وأني يجلس معك. المحافظ مشغول، المحافظ أمور البلاد كلها يعني أكثر أمور مركبة عليه، ما لا يمكن أتفهم. ودعم حتى دعم المحافظ أو غيره هو تلاقي يعني للسفر مجرد تذاكر فقط إذا أعطوا لك عليه. مدير الزارعين كلهم راحوا. مدير الصحة في عدن، تعرف اسمه مدير الصحة في عدن؟ لا الآن لا والله. نحن نتعامل معنا، نشكر الأخ فضل شايف أمين عام الجمعية. نحن عندنا جمعية زارعي الأعضاء للكلى والكبد، هنا جمعية مننا عدد كبير، عندنا جروب نناقش فيه فقط مواضيع العلاج وتوفير العلاج، نتحاول نتبادل فيما بين البين يعني، ونناقش هذا. الأستاذ فضل ما شاء الله يعني جزاه الله خير، هو اللي يتابعنا في الجمهورية. طيب. وفي المراسلات، والآن آخر الأشياء اللي نحن اللي قابل الوزير قبل يومين أو ثلاث أيام، وزير الصحة. أيوة سامعك. أي وبعدين وش وبعدين إيش نتج من المقابلة؟ وزير الصحة، وزير الصحة يحمل المسؤولية. وزير الصحة يقول أن لأنهم بينهم مراسلات عديدة مع وزارة المالية، وأن وزارة المالية هي الذي مؤخرا رفضت تصرف المبالغ لشراء العلاجات. حمل وزير الصحة، حمل وزير الصحة، حمل وزارة المالية المسؤولية. طيب وانت كذا. طيب والحين احنا بنصدر الاتجاه لوزارة المالية اللي بنناقش هذا معه عبر الاخ فضل شايف الى المالية، ويشوف ايش الرد المالية. وحتى كذا الوزير يقول انه اذا كان قبلت المالية وصرفت المبلغ، لان المبلغ محول من رئيس الوزراء، مبلغ يعني نصف المبلغ المقرر للزارعين للاستيراد العلاج، المبلغ اذا حولته للدائن يقول ان لازم تحصل مناقصه، والمناقصه 3 أشهر عبال ما تفتح، وبعدين 2 شهر عبال ما تفتح المضاريف، وهذه 5 أشهر كحد ادنى اذا 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 صدقوا فيها ووصلت العلاجات. ولو ان لحد الان ما فيش اي رد، ما فيش اي قناعه من توجه من الماليه او من كل واحد يحمل الثاني المسؤولية. والمرضى أنا أقول يعني بصدق أشير لك شيء، أنه عندما توجد زراعة هذه العلاجات الرديئة جدا في الصيدلية، لا يمكن أن يصرفوا لك الكمية اللي قررها لك الدكتور. أنا مثلا الدكتور قرر لي كذا كذا في الشهر العلاجات حقي، الكمية هم يصرفوا لك 10%. طيب لو أنا يعني اليوم رحت تفضل كمل. ما يصرفوا لك الكمية كاملة، يصرفوا لك ربع الكمية. ليش؟ مقررة لك من الدكتور الجراح. ليش؟ ما يقول لك مش موجود معنا، ما فيش معنا. طيب نصر. هذا إذا توفرت العلاجات الرديئة، ولما تروح ما يعطي زي ما فهمتك يعني. أنا عندي كذا الكمية اللي مسجلها الدكتور، هذه مشكلة أرضا نعانيها. نحن نطالب بإيجاد العلاج الأصلي. طيب نصر قل. إيجاد العلاج الأصلي. إيه. نصر انت الان انتم مرضى الكلى والكبد، انت زارع كبد. احنا تكلمنا في بدايه في الجزء الاول من البرنامج على موضوع الكهرباء. انتم هذه النوعيه يعني انتم الامراض امراض خلينا نتكلم على الكبد. انت كمريض كزارع كبد كيف كيف تعمل؟ هل بياثر فيك انقطاع الكهرباء لساعات طويله مثلا؟
بكل تأكيد طبعا يدمرك. يأثر كثير يأثر كثير جدا يعني. زارع الكبد أنا تحب لما يعني على حد حتى إذا كان خلص عندي الشاحن الكهربائي ويروح تروح حقه لا رجع بالمروحة البدائية ينف لفوقي الأسرة عشان يمرر الساعات اللي تنطفيها الكهرباء هذه. ونصاب بالرشح نصاب بتعب إرهاق كبير عند الأطفال التيار الكهربائي. فنضيق نشوف الساعتين يعني كأنها خمس ساعات الساعات تمر علينا إذا طفت الساعتين ولو أنها تنطفي أكثر من هذا يعني نعاني منها معاناة صعبة جدا. طيب لو نروح فيها إسعاف يسعفونا للمستشفى لو مؤسف. طيب لو طلبت منك نصر إنك أيوة تحمل الجهة معينة المسؤولية الأكبر في وضعكم أنتوا مرضى الكلى والكبد، من تحمل المسؤولية الأكبر؟ الوضع الأكبر هو الحكومة بصراحة، مجلس الوزراء بدرجة أساسي يجب أن يعني يعطي الصلاحية يتواصل مباشرة مع وزارة المالية ومع وزارة الصحة على توفير علاجات، وما هي العراقيل الموجودة؟ وإيش السبب؟ نحن ناشدناهم إذا شفت إذا أكيد سمعت الإطلاق الناشدة الصوتية اللي طلقتها أنهم هم أدوا اليمين الدستوري، كل الوزراء وكل ذا أدوا اليمين الدستوري بالحفاظ على حياة المواطن. وهذه أقل حاجة أنه نحافظ على حياة المواطن، نحن نتاج لهذه العلاجات الرديئة وشبه المنتهية عاد الكثير من الزملاء الآن الواحد تلو الآخر يتسقطوا أمامنا يعيدوا للغسيل كل مرة ثانية، حرام. ناس يعني دفعت وتكلفت وسلفت وباعت كل ما لديها مشان تعمل عملية زراعة كبد وزراعة كلى، وصل إلى $40,000 $30,000 حددنا $50,000 يجي في لحظة نتيجة عدم توفر العلاج أو توفر يعني ربع الكمية ما يقدر يشتغل ما يقدر يشتري يضطر يوقف العلاج قصبا عنه يوقفه مش قادر يوفر المبلغ صحيح. ايوه هذا عادل الغسيل الكلوي مره اخرى وعادل الفشل الكلوي مره اخرى يعني حرام. يكفي وزاره الصحه عندما نذهب لزرع كلى او زرع كبد ما تساهم معك باي حاجه انت تتكلم انت تحاول تدبر مبلغ زراعه بنفسك وسفرك بنفسك. الصحه اذا تابع اذا كان قدر توصل وتتعب وتجري تعطي لك تذاكر فقط و $500 $500 ما عاد تصرفها خلاص كانت تصرف $500 الان ما فيش اعطي لك التذاكر فقط يكفي انها ما ساهمت معك في زراعه كبدك او كذا اذا تحافظ عليها. نحن ما نطلب منهم شيء ما نطلب مستحيل نحن نطلب اننا نعيش كباقي الناس بين اولادنا بين واطفالنا واخواننا واولاد واهلنا بسلام باماني ان شاء الله. ان شاء الله هذه إيه ان شاء الله يا نصر توصل لنا هذه العلاقات فقط نعيش بامان بين الناس. نحن عندنا اطفال وعندنا اسر وعندنا اهل وعندنا مسؤولين عليهم صحيح ان شاء الله هذا توصل. اللي طالبه من مجلس الرئاسه بدرجه اساسي احنا في المناشده رفعتها للرئيس الدوله ونوابه ورئيس الوزراء وزير الصحه ووزير الماليه لان اذا كان الموضوع فيها دخل برضه وزير الماليه ان شاء الله اكثر من حقنا في العيش وبنظام الصحه العالميه ايضا لازم تدخل معهم ان هي توفر بعضهم العلاجات تساهم معهم. اشكرك نصر الوجيهي. طيب استاذ وديع في نوع شيء مناشده اخرى نشتي توفير لنا بسرعه لو سمحت لانه خلاص اكتمل الوقت. توفير المحاليل الطبيه للفحص فحص الزارعين نحن نفحص كل شهر كل شهرين فحص يكلفنا مبالغ 50,000 في الشهر. الفحص الواحد يكلفكم 50,000؟ ايوه فحوصات للزارع زارع كبد الكلى كل شهر يعني نعمل فحوصات بنعملها برا. لكن من قبل سنتين كانت المحاليل توفر في مستشفى الجمهوريه. ليش منعت نطالب بتوفير هذه المحاليل نعمل الفحص داخل مستشفى الجمهوريه؟ الناس مش قادره تعمل تحاليل برا 50,000 شهريا غير العلاجات. وصلت الرساله نصر. نصر انا اشكرك جدا انتهى وقت البرنامج للاسف ولكن بنضل نطمئن على اوضاعكم او نثير الموضوع مره ثانيه. نصر الوجيهي زارع كبد من عدن وهو اعلامي بالمناسبه. شكرا لك زميل. شكرا لك يا استاذ نصر. وبهذا انتهينا ولكن حابب اقول كلمه. الذين يتحدثون عن استعاده الدوله والجمهوريه والوحده استعيدوا اولا
كرامة الناس وحياة الناس، بعدين تكلموا على الباقي. إلى اللقاء.